سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر. إيث من وعزلك إنه يحفظ رب العالمين مرة أستغارق رغت وخيوذان. بارك الله فيكم، الموضوع مهم التص أستغارق نهار أخ الوالدين. بارك الله فيكم أستغارق وخيوذان هذا هو مزيغ الدارس ديريك تنبرا مع الطاقة على التص. بارك الله فيكم رغت وخيوذان كنه يحفظ رب العالمين مرة رغم أنك تخيوذان. بارك الله فيكم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا لمن وعز ما مشجيز ما ملي حشاش مي حفظار بذمي قرب البارك. أي ما قاك يدي الدعاء قاك دي غدار شخ الوالدين قاك يدي الدعاء دي قرب من البارك اش مي حفظ سيدار بذمي قرب البارك سوذا السلام يا بابا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إيه ثمير عزيزات بديق إن شاء الله. بارك الله فيكم برهتي وكذي مليح جزاكم الله خير. التعليقات من بعد أرى كم رغ الحديث إخني غاغ التعليقات كنو يحفظ رب العالمين هذا يوم يقابل من البركة. بارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد إيه ثمين وعزنك إنه يحفظ رب العالمين مرة الموضوع اللي غسيوره مهمة الطاس السيوره خنيت قن الخالي الوالدين بر الوالدين والموضوع اللي غس أبعى العناصر أبعى نحوايج إذي غسيوره السيور خرج إذا يجد قنيت قن الخالي ببس دي مس فضل بر الوالدين راجع ونيت قن الخا للوالدين وسنين السيور خيني تغيت قن الخا للوالدين إني تغيت قن الخادي الوالدين زي الأنبياء زي الصحابة زي التابعين زي العلماء صور من بر الوالدين والسلثة السورغ
عواقب عقوق الوالدين، العاقبة وني عصا الوالدين نس، وني واحد تقنبو الراي الوالدين نس، العاقبة نسمين تعنا للدنيا قبل الآخرة. والسابعة السور ربعة نيوارن إيني إغاجة الوالدين موثن، الوالدين نس موثن، إن شرخو الوالدين موثن إن غايد وشارهتي وكذي مليح. بارك الله فيكم، لكنه يحفظ رب العالمين، لأن أنت عشت كيش الزمان خميت تسريد بنادم وعيش السيوري كيمات شهر شهرين ترت شهر ست شهر نتيس الدغدي ثندين تديشت خمي غاد سرد بنادم يدعي ماس ما أتعجب بنادم يتمرغى إكباباس دي ماس بنادم وعيش السيوري كالوالدين نس وغاسني تيح وغاسني تسقسي أتفت بنادم يتك سيمانة اثنين شهر شهرين وعيتسقسي خباباس وعيتسقسي خيماس وعيتيح غا الوالدين نس وانا قالو قارش قوات جيغبو مليح قال خدمت والو قال باركة والو انت قال مشكل ضم قران وغاس ليش جي فريضة. لهذا بارك الله فيكم مرهدتي وكذي مليح ذم الزوار وقع اخسن غنسن واذا نغيومان ان قرخادي الوالدين واذا نغيومان انيري ذي الطاعة للوالدين واذا نغيومان ان قل احسان اكل الوالدين ونذا غينا أقيموا الصلاة آتوا الزكاة كتب عليكم الصيام ونذا غيوما ننزج أنزوم أنحج أنزكى أنغى القرآن أنا ماس المعروف أنها خير منك أنك الدعوة ونذا غيوما نسل عبادة إذن التغيذا غيوما ننق الخاذ الوالدين أنق الإحسان أكل الوالدين. لهذا التعزق الشباب رهتي وكذي مليح لان ارهاد خل الوالدين اجن حاش طمغا مر الاعمال الصالحه غاس نتراجع نسنت يتيش خاص نتاع رب العالمين رجاء للثواب للدنيا للاخره ولكن ونيت قنر خادي الوالدين ذي سكوش من تخس الشك زي رجاء الدنيا للاخره ايمون قنيت قنر خادي الوالدين رب العالمين جل في علاه الكريم العظيم خمين نتذا العبادة نس دي القرآن تقاكيس الوالدين ذي الآية ثم الزوار تقع إذا هم دغغا رهدتي وكيدي مليح رب العالمين يقع وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقضى ربك أي أمر ربك رب العالمين إتمر نغذي الآية يا أهنا عبد انت وحس وكيس انت قبوش ريش مر العبادة انت وحس وميغنق الركوع وميغنق السجود ويغنت ويتشن ويعزقن ويتشني حنجان ويسمد جاشن ويحفظن رب العالمين أثنت انت وحس وميغنغاس أني يعني بسم الله الله أكبر وانغارس لغي مرابضن لا يجنون لا يصحان لا يجنحشن ويغن دعاء ان دعاء انت وحس العبادة مرة المهم انت سيدي ربي العالمين وحدس باش الزين غيقبل سيدي ربي العالمين غنغيري الاخلاص للعبادة انه ذي اتباع النبي عليه الصلاة والسلام ذي الآية يا ربي العالمين تمر انه اثنى عبد انت وحس زيد وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا العبادة ده الصلاة والحج الزكاة كل شيء العبادة ذا قد زافس وبالوالدين إحسانا رب العالمين إتمر نغذي الآية يا أن قل خاتي الوالدين أن قل إحسان أكل والدين أن تهلا ذي الوالدين نغ لأن التصني وذان ويفهم شا ويتقبور خا ذي الوالدين قال نغو مرخوعة أتفت بلاد سبحان الله العظيم إتكريام ويتيح غايماس ويتسقسي خباباس ويتسقسي خيماس ذي الآية يا رب العالمين تمرنا أن نقر خاذي الوالدين أن يريد الطعن الوالدين أن نقل إحسان أكل الوالدين نغ جل في علاه صافي خمي غسر ذمو الآية ذي القرآن رب العالمين تمرنا أن نقل إحسان أكل الوالدين أن يريد الطعن سن أليس نقر خا أسن نقار راي أغيش نطهي الله أثن نخدم صافي خلاص الأمر من الله
رب العالمين تمارا نغذي القرآن أن جمانيا. ولكن العظيم العليم الخبير من دس دي الصدفة من دي الصدفة إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يا الله خمي غتحس ما يثمينو او تشمينو او مينو خمي غتسرد غال ايه يا من تتاوي من تقى تعجب تقيم الحياه ثارو نغواسين شمانايا يسيث نغواسين شمانايا رب العالمين جل في علاه ذي الايه يا يقال غرب العالمين إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. أربي لعنا مني قارش الوالدين مش خميغة مغان خميغة وسان باباش دي مش مغان وسان الجنس دي سني غسنين إن جداني تواسن قابو أف أف لا يمارش باب الشنحش وهذا يسبون مع سيدان سيدة أربي العالمين ثم عارش يماش شنحش وهذا يسبور مع سيان سيدة رب العالمين اخساس القدار راي اخساس تيري دي الطعن سمين ما ليش تنى يماش وخا نفس النشوات شامنا يني وخا نفس النشوات شامنا يني هات القدار راي باباش دي يماش مادام وهذا يسبور مع سيان سيدة رب العالمين بس تقادبوا لا اوف نشوها نزرة نشوها نزرة ولا تنهرهما سنومي قان ولا تنهارهما ويخسنا فعوي في السن ويخسن تجعجع والسور بوس جهد ذاك باباش ديماش حرام لا يجوز واني غي قنمانا يتوحسب ذي العقوق يتوحسب يعصى الوالد النس يقع عقوق الوالدين اطبق الطواف خيماش نيخ باباش اتفتشن حاجتك ثمواف اترفخشن حاجتك ثمواف ها باباش الى غير التليفون توارد باباش اخس قرطا نيغوا اخس تكسير منايا ذي العقوق منايا ذي عقوق الوالدين ولا تنهرهما ويخسنا فعبو الصوت ويخسنا تجعجع سيو الكيس نسرع عقر باباش ديماش خميكي كيغس سيورا سيورا كيس نسرع عقر قال عمله كم مرة الله يحفظ العمل نشيه كم مرة مرات تعري ذواري باباش مرات نهضد خيماش مرات بقض طوات خيماش مرات يماش تقاقو بقاش بخاب شكتو كذا ذا ستازمض قاد سبع ذاي الجاي خطار برادم يخصدي فاق هذي تبثيق في الناس هذي تبثيق في الناس برادم قام ريسي غيام وشي مثمو هذي يمتخسو الخاتمة والنيع صان الوالدينز ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. رب العالمين تمارا نغذي القرآن إن شيني يسني الوالدين شي باباش ديماش يورني سبحانه إخضع دي ورني سبحانه غث قاضي باباش ديماش مارث راغي الخباباش نيخ يماش راغي يسنسي ورني سبحانه خمي غث راغي الخيماش وهي مينو عزم وهالحبيبينو أتراغي الخيم ماش سيور ندي سبحان وهب بين وعزم أدى صغر خوما بين وعزم إيش تمينو تقايكي ما يمين وعزم من تقيد شما يما ذو النينتا من تنذا بابا ذو النينتا أجبت من عالتغنات أجيني هنا شقانا مش أسنت قادمو واخفذ لهما جناح الذل من الرحمة أدى سنت وضعض الوالدينش اي باباش اي اماش وخشك تغريض شك ذا ضبيب شك ذا المحامي ذا المهندس ذا تجارية مقران ذا البوليسية ذا الرئيس ذا الوزير ذا الملك مين تخص تعنيد تعنيد رب العالمين يتمارش ذا القرآن هذا سنتوضع واخفذ لهما جناح الذل من الرحمة باباش يماش هذا سنتوضع وخشك تغريضني هني واغرين وخشك تسندني هني واسينن وخشم تغريض
واخا غا مع خمسة اللغات الطواد على اليمام واخا تجعجع الشا وتتكوى الشا وستاري ذبويا وار وسقى ذبو سقى شحال انت مغارين سبحان الله العظيم اثنتي هذا سيدي رب العالمين تكوى يماس تارا غوار يماس تقارس الجاي الا وات بخشام انا يني خمش مغادا ما يما ممتيني صبن نيغ بلان شايار روض نيغ جمع خام نيغ اوا اياك استيني ذلا اوا اياك استيني القضية النفرانة من شواها ربدا قاش صافي كيغ من كيغ لا يجوز حرام نبي مم كشان حاجتنا سمعنا واطعنا وهي مين وعز وهب بين وعز ما رخصة تابحم ما رخصة نشحم مرة والنواية قنار ري الوالدين في ورخص بالله انت مرة دي الدنيا رذار يزر الطمغاف والنواية قنار خا للوالدين نست النواية قنار ري الوالدين وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا أرب العالمين تماريش تماريشم مرا الوالدين نموثن اكيش انت تدعي صار رحمة اتدعي ذاك بابا ذي مام صار رحمة دي المغفرة تواصنام اكيش انت تدعي اواني رموك تنسن سحسم غال الحديث الخو الحديث هو خانس راس ولكن عدوى ديوسي ذي الحياة النو اصن تبقنيشا روى البخاري ومسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أبوك وفي رواية ثم الأقرب الأقرب ذي الحديثة يقال أبو هريرة إن شيوز ديج ماريز غير الرسول عليه الصلاة والسلام استقساث إن يا رسول الله ويغجر حق ذا مزوى هذا يستقرخة هذا يستهل أتخدم أكيد يري ربدا من ذا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم الناس يماش الناس يعاود الناس يماش ثلاثة يماني قرس يماش ويستعب عيمان الناس باباش سلم ما يماش في ود ثلاثة نسقى ثلاثة يمان عاد باباش وخل والدين دي الجن باباش دي ماش يسنت قدر خمارة ولكن ما يمي يماش ثلاثة يمان ما يمي سلم ما يمين يغلى لأن يماش نتفخش يسين تماري الطاس 9 أشهر وأنت في بطنها 9 شهور كتقعد ديسنس نربي ماذا نهزل يماش تفاقد سجيرث غا واحد غا اثنين غا ثلاثة غا يابعة غا 5 الصبح غا 6 الصبح نربي ماذا نهزل يماش تفاقد تنخرع ثم غا 5 دقائق مش ميوغين تقارش قي ينهز مي 9 شهور تطول قد تفكاري غديق فيلو تفكاري قنيو ستو ذو مينو أو تشمينو 9 شهواش لقوع الديس نيمة 9 شهواش لقوع الديس نيمةش مش حيمان تتفاقي تدم مش حام مش حيمان يماش تفاقد سجير تنخرع مش حام ارميش طورو ارمي ثورو يماش ارميش تجا من العذاب تغغاس ذي لحظتني ارمي تفغلش كغا الدنيا في مغارين تم قراني يفيك العذاب الطسك تازي ثيني النخو تحغى سبيطاك وشي التفيث موجود وخيمني ما شرح حريقة قدين خزاني رموت تشهد مش حانت مغارين موسنت ذي ثاوة ما مش طارو ثم موت تحغى الآخرة أميس النف ودق دي الدنيا بالله عليك أتتو ذي ما شاء اتك شهرين واخا تسقسيد واش تقد التليفون واش تسكيد واش تعيوين واش يستعزود يما شا غيش يسين 9 شهور قعد ديس اخص تفضر الطمغاف اخص تفضر احنجان اتساري الصمغاف النشطاوه النشوه تجي تركيا وتجي دبي وتجي مراكش وتجي ثندين تحت غاث الدم مره تساري الصمغاف النشطاوه نشي مش عمس مثل ساري الزايز
باش التاويد يما شغال عمره، التاويد يما شغال حج، بشحال تمنيات الوفات اوروياس ادي عدك سمغاف مش طار ونش دي فاكانسي دي اورلاب فاكاسيونيس لي فاكونس فريدي يماش شو ما تساري الزيس شو ما تيوي تصغال عمره شو ما تيوي تصغال حج سحج تتش داس تمنيات صفار راح تث السن في يماش مين تحب مرة مين تخص مرة توي إذا سي يماش مين تخص أرمشت جاي ماش خاصة يوداني مقرر نمنش زي 50 سنج يماش تغث منع ذو قصغون غار كازير في مغارين قبر نست صغيو وهذه لا يضبيب لا بالنسيا لا كمبيوتر لا والو لا الشويرو لا الدواوات لا والو قيم صغيو في مغارين قانت صبا ارمي تفوت شكي غاد الدنيا نهار ستوتس وهذه ستسقسيد مش حاش طابو خو عروع مش حاش طابو يماش خو عروع تخدم زيك الشغل شتي شخو عروع تبقى غروب تبقى ماميتا تفارض تسياق مش حاش تسودس مش حاش تبدر وتغادي لا ليكوش لا بامبرس لا والو تيك التانين واه تيك التانين مكورما اثن تصبر مسكينه اثن تسيزا اثن تقدي فوشت اثن تاير خسرك اثن تتكس عاود مش حام مش حام مش حام تقاش تقمو قاش تبجات شي فران قاش تبسطي فران وشا سي فران قاش سي فران والله يا ودي قاع من خاك سي ماش مار ستوتس ستوت كلشي رخارة ونقارو تفضل الطار مغاثمش تفضل الطار ونش خيماش مشكلة مشكلة تبغى وثاس دود خيماش وتسقسي خيماش ما رغث مثني رغث مثني خلي غادي تضرباني خلي خاص غادي تصدقني غير خو رخو تعزود خيما شرخو أتسقسيد خيما شرخو أتعاون ذي ما شرخو أتصفاح ذي ما شرخو أتصلحش ذي ما شرخو أغاصلح ذي ما شرخو ميمي أمك 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 ثلاثة يمار لأن أنت في خكي ستة ما ريطس تحس بلي حقا الحديث مستنين الحديث رواه البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله ابن مسعود اسقس يا رسول صلى الله عليه وسلم الناس يا رسول الله ما العمل تحب صدى رب العالمين دم الزوار وقع الناس يا رسول صلى الله عليه وسلم الصلاة على وقتها الصلاة ذي وقت النس تني تحب صدى رب العالمين دي الأعمال مرة الناس ثم أي إيو السنين من تعنا تسوى ما كذي يا ثمين وعزم الاعمال ان الاسلام مش حاذني اواني الصلاه لين الزكاه والحج الصدقه قراءه القران الجهاد الدعوه حسب الاعمال ذني اواني الصلاه ولكن من دي تسنوي السلين اواني الصلاه باش تسنم العظمه ان الوالدين من تعنا ارمي ذا السنه غيوي السنين ثم اي ان بر الوالدين ونيت بن الخالي الوالد النس تني تحب سيدا ربي العالمين وسنين اواني الصلاه ان ثم اي ان الجهاد في سبيل الله الجهاد في سبيل الله قاع من دايس درجه قاع من دايس الدرجات ولكن بر الوالدين كتاب بر الوالدين وسنين اواني الصلاه باش تسلم يا ثمين وعزه ونيت قن الخادي الوالدين قا وني غيوفق سي دار رب العالمين يتق الخادي الوالدين قا قد قيش نرخايم غا قد قيش مبريد دا سبحان قيش مبريد يشنا وني وفق سي دار ربي يتق الخادي باباس ديماس ارضا خاس الوالدين الحديث والسراثة روى البخاري ومسلم من حديث انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره أن يبسط له في رزقه أو ينسأ له في أثاره فليصل رحمه وفي رواية فليبر والديه ونخسن البركة ذي رزقنس ذي التجارنس ذي الوظيفنس ونخسن البركة ذي التمنية النس ذي رزقنس ذي الخدمة النس
والنقصن البركة ذي الوقت النس ذي الحياة النس من غير هذه قرخة ذي الوالدين هذه صلة الرحيم وصلة الرحيم ذا مزوروقة أك الوالدين أك باباش ذي مش ذي مزوروقة أمي غاد صلة الرحيم قبر كشي نهني ذي مزورة ما رزق صد البركة ذي التمنية البركة ذي يرزق أتيريد بدا مستور عمست قيمة مبرش إقر خاذي الوالدين ونقصنا ذي السم أرب العالمين ما يرضى خس ما يخيق خس ما رزع زودة السند أرب العالمين ما يرضى خس ما يخيق خس السند ما نغى السند خزع الوالدين حسغى الحديث روى الترمذي من حديث ابن عمر من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد الرضا نسيد رب العالمين أقضي الرضا للوالدين أخيقنا رب العالمين أقضي خيقنا الوالدين مر الوالدين شارضا خش رب العالمين فوق سبع سماوات يارضا خش مر الوالدين شخيق خش رب العالمين فوق سبع سماوات يخيق خش روى البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد فقال أحي والدك؟ قال نعم قال ففيهما فجاهد وقال أقبل رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبايعك على الهجرة والجهاد أبتغي الأجر من الله قال فهل من والديك أحد حي؟ قال نعم بل كلاهما حي قال فتبتغي الأجر من الله؟ قال نعم قال فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما وفي رواية ابن ماجة قال الرجل يا رسول الله إني جئت أريد الجهاد معك أبتغي وجه الله والدار الآخرة ولقد أتيت وإن والدي ليبكيان قال فارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما يا الله الأحاديث اسمه رخصن دمار الروايات كشي سرسقخ كشي اسمه رخصن رهاتيو كيدي مليح يزدج مالي يزغي الرسول عليه الصلاة والسلام الناس يا رسول الله تعزوكي كمون غال جهاد الناس الرسول عليه الصلاة والسلام ما غاك الوالدين الوالدين شمد الناس واهد دان الناس يروح قديش نرخى روح قديش نرخى تهلا ريسن الجيش الحديث النغني يزدج مالي يزغي الرسول عليه الصلاة والسلام الناس قتبايا عقشق الهجرة ذي الجهاد تعزوغ رجع تعزوغ رب العالمين هذا يوش رجع هذا يوش الجنة الناس الرسول عليه الصلاة والسلام الناس غاك الوالدين عاد الدان الناس واه سنين سن عاد الدان الناس مرات تعزوذ رجا مرات تعزوذ الجنة روح قديس نرخى اقر خاذي الوالدين شيريكي سن مليح أحسن صحبتهما إيريكي سن مليح قديس نرخى تهلا ديسن إيري ذي الطعن سنة ذا شو شارب بالعالمين من تعزوذ تعزوذ الجنة يوقر خاذي الوالدين الجن رواية النغنية الناس واري يزني الناس يا رسول الله الناس قوسي غدغان تعزو غضح غال جهاد ولكن قال أرميث النيغ الوالدين ينو الجيخ انتي تداث ترون ترون خافي قدن خافي الناس عقب غا الوالدين نش قديس نرخا صدح شيث ما مش نتسرون قيمة كيسن قر خاذي الوالدين نش يا الله الحادث النغري روى النسائي من حديث معاوية بن جاهم السلمي رضي الله عنه أن جاهمة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أردت الغزو وجئتك أستشيرك فقال فهل لك من أم؟ قال نعم قال فالزمها فإن الجنة عند رجليها يا الله ونتعاون يزدغي الرسول عليه الصلاة والسلام قالت جاهمة إنس يا رسول الله التعزوكي كمون غال جهاد الغزو خوقت مشواغا كش مرمي غناح إنس الرسول عليه الصلاة والسلام
الناس ما غا كيماش يماش ما تدا غا كيماش الناس واه الناس قيمة كيس قديس رخاط هي الله ديس خدميت عاونيت بدا كيس الناس قال جنة اني خصها الزوز اقت غيضان يماش يا الله. روى الترمذي من حديث ابي الدرداء رضي الله عنه ان رجلا اتاه فقال ان لي امرأة وان امي تأمرني بطلاقها فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوالد أوسط أبواب الجنة فإن شئت فأضع ذلك الباب أو يحفظه. للحديثة يزدج ماريا زغا إجو صحابي قانس أبو الدرداء الناس يا أبا الدرداء الناس قغاري ثم غاف ولكن يما التمارين هذا استلقوا من غد يغرخوا الناس قسري غار الرسول عليه الصلاة والسلام قا الوالدين ذيني ثوات غال جنة قانس الوالدين ثوات تصبحان ثوات تابح ثوات يشنان ثنومي قان باب الوالدين الجنة غاس مليون طورة باب الصلاة باب الصدقة باب الحج باب الوالدين باب الريان باب الصيام باب الجهاد باب التوبة باب محمد ذيني نتصن روايات. المهم الجنة غاس مليون طورة ثوات تمقران ثوات تصبحان ثوات يشنان ثوات نمقان الوالدين الناس مرض خصدت قذار ريماش دون انت مرض خصدت تضيع ثواتني الجنة ضيع ثواتني الجنة. ذا العلماء قال وتجيبوا من هذا مذي قار راي يمس هذا استني طلق يثم غاث وش هذا حدث يطلق لا انا خزا ثم غاث اني ما مش تقى ثم غاث مريد جس فاميليات تقل حجاب النس تزاد جات تقل خاذ قواريز النس بغاي مس ونث واستعجبوها ذاني توا تقلبو يا راي يمش الطلق هذي ثم غاث انت توا ذاش تقي والو ذاني العلماء قام توين الحديث الحديث رواه البخاري من حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا طاعة في معصية انما الطاعة في المعروف لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وزما الطاع ذي بنادم اتعصي في دار بالعالمين جل في علاه يما شمرت تماريش الطلق ذي ثم غاتم غاتم نشطة سبحان تزاد جاي ديس فاميليا وهذا استقذبو يا ربي. روى الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد على ولده. يقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة دعاء مستجاب غصيدة رب العالمين رب العالمين يتستجب سن الدعاء من عنا لم الزوار دعوة المظلوم دعوة المظلوم مستجابة غصيدة رب من مسجد تاغي صيدة رب المظلوم هذا سيستجب صيدة رب العالمين ودعوة المسافر ونجى المسافر اتصافى ذي الطعن سيدة رب العالمين قال عمران يغار حيج يخدم تجارة يخدم الحلال نغ إصافة شن السفر ده سبحان نغ طلب العلم نغ الدعوة مسافر ولكن ذي الطعن ربي الدعاء نس مستجاب. وسر ذا دعوة الوالد على ولده الدعوة للوالدين مستجابة خاون سن دعان كيس نسرخا نغ الله يحفظ دعان خاسن شل المصيبة شل الخطر ونغ يسخيق الوالدين نسوش دعان خاسن أث يحكم الدعاء للوالدين ونك دعاء للوالدين عاوز سر خاص مني سبحان أث يحكم الدعاء للوالدين. روى البخاري من حديث عطاء بن يسار عن ابن عباس أنه أتاه رجل فقال إني خطبت امرأة فأبت أن تنكحني وخطبها غيري فأحبت أن تنكحه فغرت عليها فقتلتها فهل لي من توبة؟ قال أمك حية؟ قال لا. قال تب إلى الله عز وجل وتقرب إليه ما استطعت. فذهبت فسألت ابن عباس لما سألته عن حياة أمه؟ فقال إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة. الحديث أخميدة سغل سرد التعجب فشت السند ونيت قنر خارج جمس من غاز من غيابه
رب العالمين يغفر الذنوب مرة يونيت قنرخاد قماس أريا زيوز دغا وصحابي ابن عباس ترجمة القرآن الصحابي جليل زي العلماء الصحابي مقرن الناس يا ابن عباس الناس قاخذ بغيش نتحنجاف ثوقي خافي تحب بيختاز زوغة تاوي غتيري الطمغافينو يوسد حد النغني يخذ بيت قبر خاس فتو سيد الغيرة وعقبير خشا وصبع خشا انغيخت الناس مالين شان التوبة التوبة من غيق بشا ربي غذا يغفى غذا يسامح الناس ما غاكين مش تدا الناس لا ايوا الناس توب غسي ربي العالمين استغفى اقل اعمل مرة مش غيس قارب غسي ربي يو ياوني يسقسدو محضان مسعطاء ابن يسار الناس يا ابن عباس بين متسقسي الخيمة سمث دا الناس ابن عباس الناس إني لا أعلم عملا الناس واسطين غبوش العمل يسقرب غصيدة ربي اكتاز قنيت قنرخا القماس الله أكبر. يقول ابن عباس رضي الله عنهما ثلاث آيات نزلت مقرونة بثلاث لا يقبل واحدة منها بغير قارينتها. ابن عباس إن شرث الآيات هو انتد مكور الآية ذي سنين قثا ثلاثة الآية ذي سن ثلاثة النحواج مكور الآية ذي سن قثا قثا ما لا تقيد ويس واحد واذ قيد ويس سنين ربي وزيكي قبرشا ثلاثة الآية أم الزوارقة أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة النشو ني وايد زيد جين وني تزاد جان وايد زكي ربي وزيكي قبرشا زاد جم زكا الآية سمونيت وسنين أطيعوا الله وأطيعوا الرسول تعمي سيدة ربي تعمي يا الرسول والنغي تعني سيدة ربي ويتعفومي يا الرسول صلى الله عليه وسلم أرب العالمين وزيسي قبرشا وسنين أن اشكر لي ولوالديك والنغي شكان سيدة ربي ويشكابو الوالدي النس أرب العالمين وزيسي قبرشا روى ابن ماجة من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أبي اجتاح مالي فقال أنت ومالك لأبيك وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أولادكم من أطيب كسبكم فكلوا من أموالهم. ذي الحديثة يجدج الشاب غير الرسول عليه الصلاة والسلام إنس يا رسول الله إنس قاري ثمغاث غاري حنجان خدمه بابي قاري ود تمنيات الصارف غنيذ شك خدم وها أو تمنيات نش نشي غي صارف إكسي يتمنياتينو يا رسول الله من دسينا يا رسول عليه الصلاة والسلام إنس شك ذ تمنيات نشي باباش شك ذ تمنيات نشي باباش الجيش الحديث نغني قال الرسول عليه الصلاة والسلام إنش ثاوى نوم زي الكسب نوم تسمى ثاوى نوم أم تمنية نوم أم رخذمة نوم ثاوى نوم ماذا يسن الضبان ما مش تقسم كنيو الشم زي تمنية نسن يسن زي تمنية نسنة الشم الوالدين نش هذيك حكم ما مش تقسم هنا لأن الشك زي تمنية نش إباباش يا الله. يايت بينو عزن رخو أضو ما حب غايني تو غتقن الخادي الوالدي نسن إني تو غيتيرين دي الطاعة الوالدي نسن أوحتيو أنسحس شويت أزم ثاكيديني من الجنو من الزغن نوم أتسحس من شويت غاي وذان إي تو غيتقن الخادي الوالدي نسن تقن الرأي بابا سن ديما سن رهاتي وكيدي مليح لم زوارو من زي غنبدا أنبدا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر
ستجدني إن شاء الله من الصابرين. الآية يخسوا الآية يسوا إبراهيم عليه السلام كمس إسماعيل أرمين إسماعيل يمغايد حي قوارك بابس يتعاوني في كسيكيس يسروسا يقواركيس إن سمي إبراهيم عليه السلام إن سمي قزريغ ذي الرؤية وارجيغ أذش غاصو ورؤية الأنبياء وحي من الله ذي الوحي وتجيبوا التراث وتجيبوا التقصصات بالعالمين إثي طامانس الأمرني من دسنا إسماعيل عليه السلام يا الله إنس يا أبتي افعل ما تؤمر أبي بينو أق من ذي شيوما صدار بالعالمين أليس فز الصابرين أصبح الأمر النشد الأمر نار بالعالمين من غد أبي بينو أدش قغاري أذي رغز الصابرين الآية والسنين يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا الآية يسورخ يحيى مثل زكريا عليهم السلام من يقار يحيى عليه السلام إن شو بارا بوالديه رب العالمين اتذاد يحيى إن شتو يتقر خاذ الوالدين يتيري ذي الطعن الوالدين يتقل إحسانك الوالدين من دسغين الوالدين نس يتقس نار راي يحيى عليه السلام الآية نغني عاود سورخ عيسى عليه السلام فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا يا الله عيسى عليه السلام وبرا بوالدتي أي وأمرني ببر والدتي عيسى عليه السلام رمثي تجا مريم رمثي الطور مريم قصة زيراف رميثي دغاث شسيم ثقوات الزايس بنو إسرائيل خزان مرة قيم حياة تعجب مريم وغاسب وارياز غاسبي بيح القفوس ها ننس ما ندقى مريم ننس قال وريدين نمواجبو يوم ويقين العائلة نمواجبو يوم ويقين يما مواجبو زيث مغارين يتجن شوية وها ما نستيو إذ مانا يقاتل قليش نحشت مغار فأشارت إليه شيا غمس غاوبي بحن التجاغ عيسى عليه السلام يلا عادي يخرق دعات شيا غاسوفوس أريد غاس غاس شيا سوفوس لناس قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبيا لناس ما تحش الخانق ما تبوصاد خانق ويكذ غنسيو لنسيو لكو بيبي حضام زيان مشين قرم غزامين تقيد ما نستيويد بيبي حا شمت قادانغ تشيا غاسوفوس رب العالمين أنطق عيسى عليه السلام رب العالمين استنطق عيسى ذبيبي حضم زياري السيور من هنا قال إني عبد الله الناس مقانش عبد الله رب العالمين قيو شيء الكتاب وشيء الإنجيل أذيك النبي أذيك مباركا من يمجيغ أيو الصين تمارين الزجغ الزكير ما دمش دا وبرا بوالدتي الجغر خالي أذك غير خاذي الوالدين أذك غير خاذي قمة مرة من تقنقوا أجبوا يمني
ولم يجعلني جبارا شقيا. يا الله. قال بعض السلف: لا تجد أحدا عاقا لوالديه إلا وجدته جبارا شقيا. ثم قرأ: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. مرة وني وايت قنبور خاذي الوالدين إلا ما تفذر نسدا بارشان ورنس يقصح يتعيش دقجن الشقاء يتعيش دقجن تمارا يتعيش دقجن الحياة شويتوها. مرة وني غا تفذي تقر خاذي الوالدين نس دار يسني خطوم غاف أتفديش الحنانة أتفذ غاستور دي شمرار أتفذور نس يصبح يتعيش دير هنا، لأن الآية أم نثقة، الآية أم نثقة. وقال قتادة: ذكر لنا أن امرأة رأت ابن مريم يحيي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص في آيات سلطه الله عليهن وأذن له فيهن، فقالت: طوبى للبطن الذي حملك وللثدي الذي أرضعت به. فقال نبي الله عيسى عليه السلام يجيبها: طوبى لمن تلا كلام الله فاتبع ما فيه ولم يكن جبارا شقيا. إيش نتم غاف زرع عيسى عليه السلام رب العالمين تغي وشس المعجزة تم قرانين عيسى عليه السلام تغيس فقدني موزن يسجن فيني ويتويري نني ويسيوير نني ذي جلبارس البارس مرة وني جشن هرش خطار وغاس ودوا عيسى عليه السلام بإذن من الله تغيس جنفا يودانا أرميت غض زاد مغاض النيم من دستنا الناس ما مش نقارشين إما زي غل مثال إيريفيين ما نيقى ذا قديم غاسا ورد قديم الناس سعد النيم سعد نتنيش دياون سعد نتنيش سعد نتنيش يسين تقعد ديس تسع شهوان الصوت ديش السعد نتنشي الصوت ظن الناس عيسى عليه السلام السعد مني غرين الكلام سيد ربي العالمين يقى من دايس يطبق من دايس ويتجيبو جبارا شقيا زقوذان يتجن شويتوها يايت مانو عزم رهاتيو كذي مليح خوانح غا العلماء التابعين دي وذاني سبحانا ما مش تغد تقنر خا ذي الوالدين ايش مانيز الناس يمسن سيدنا عمر الناس قغاريمنا ثم غات وسات خافن وات عقر وات السين من تق وات السين من يطاح الناس قد نشي ذا سيتي الشل ماكلا سوفوسينو ذا نشي ذا سيتي الشنامان سوفوسينو ذا نشي ذا سيتي قنروضو سيفسنينو الناس كسي خطاب بوخت خوا عروا التقزيس الأعمال الجيجل القصة النغنيغ إيوي مسغار حيج يوسد زي اليمن أرمكا شهرين مبريد يوسد حيج زايس يا أبو تخوار وعيقى المناسك مرة يقى طواف القدوم طواف الإفاضة السعي الصفا والمروة وقف بعرفة مزدلفة مينا الجمارة كل شي منين يقيث يا أبو يمس خوار الناس يا ابن عمر الناس فهل جزيتها الناس من قيغمار كيما ما ياري غسر خامس ما جازيخت من كذي قنتات الناس لا قال لا ولا واحدا من المئة الناس عمّاس واسخدسي مش وخغيش تنديميا الناس ولكنك قد أحسنت والله يثيبك على القليل كثيرا الناس واسخدسي مش إيش تزيميا لا الجيجن رواية نغني عود الجيجن القصة نغني عود الناس ولو بزفرة نغولو بطلقة الناس يجن تغوي يثيث قيم مش أرميش طورو أرمي تغوى تعصات طارو فردش كغاد الدنيا الناس يجن تغوي يثيث قيم مش وهذا استخدس الشا الناس ولكن تقيد مني سبحان أشي جازة سيدار بالعالمين خمين تقيد عبد الله ابن مسعود ونتزي العلماء من الصحابة وتغسي ورغوهم خاس من يعنو صحابية إنش عبد الله بن مسعود إنش إيو يغدامان إيما إيو يغزدامان إيما غتقروضو إنش أرميد غياسغ وفي خطص إنش وفي خطص إنش وقير
اذو يو يمكن اتفاق يما اتا زو خواما واتف هواما ان شو كي غادي تسفاق اصديع غير سنس تسبع العشاء يا زوت يجتت ان شقيم غا مني فاق ارمي ذرف جا ارمي اتفاق يما وشي غسامان اتقرض يا الله زي العابدي ولتتم سيدنا الحسين رضي الله عنهما أمي سميون الرسول عليه الصلاة والسلام أمي أيون فاطمة الزهراء يجسنا الرسول عليه الصلاة والسلام تغتر غنس زين العابدين تغي عبد الطاس أرمي وذن السنة مارس العبادة ولكن واني تتغي تقرخات قماس الطاس تغى معروف خاسي تقرخات قماس كان بارا بأمه تغتشت نزيس المثال ذي رخاني تقل قماس ايجو ما الناس ناس قوى هذا حد يتقر خاذ قماسة مش ناس ولكن انتوارش واكي ستتدشا خمي ذا ستسلوسي ذا الماكلات بدي ذا سغاوش جيفت جيري ما شاتش شك تخزاد دايز ناس معلي كي سغاد قيم ذا تشلعا الحسن ذا سيعجب الحرم مثل التاكيز مين ذا سنينا الناس اخاف الناس نقبوذو الناس نقدر أخاف أن تسبق يدي إلى ما سبقت إليها عينها فأكون قد عققتها الناس تقول غالي سيخشن حاشت زي التبصيغة الشر إما تريد خزاغة ستة وانتو غتازو التش نشتي غشت الشيخ يا الله سئل الحسن البصري الحسن البصري زي العلماء التابعين يعيشك الصحابة صعبت أم سلامة ذي تداه الناس رميتو غدا مزيان الحسن البصري تغي تقرخات قمة سطاس وشيجو ما سقسانت ناناس ما بلغ برك بأمك ناناس ما نيوذرخا إذ قد قماش إن يانغ ما نيوذرخا إذ قد قماش الناس ما نظرت إلى وجهها حياء منها الناس عما سمخ زاغ ذي قمة قارا ذي قارا حياء تسلحي غزايس ربدت قغش جيف ذي ثمواث خميكي ذي السور يما عما سمخ زاغ ذي سمو تسلحي غز قمة إجمار يزدي الصالحين تغيت قرخا ذي بابا سطاس وشاخ ميلاز دي سلوسة الماكلة يتتاكيس ولكن يتقفوس ذي التبصير يكسيفوس يخويت قموم يتقفن سيت التاك باباس استقسانت لا نسمي ميت قدامني مزعما ما الحكمة باش تشلش تقفوس نشي اخوان الناس نتاع الزغار غي جاون بابا خميت يا وان بابا يجيون صافي يكمر خني غي سيغ نشي الشغنيشان اف جاونو مارا شتشا الماكلة قدوني مارا واش شتشا بابا يشا يجيون ادوني الكشي يا الله سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه الصحابيان رم يوثذي الإسلام يوثذي الدين الإسلام إما استعرض الخبا استعرض الخبا واسي عجيب شرحة من دستنا الناس مروثتاك ذي الدين محمد واتتغواسغ واتتغواسغر غمثغ نغطاك ذي الدين محمد قيم إما سنين النهار واسشي واسوي ثاني عوض نهار نغني يومين ترتيام زحاء ذحال ضعف صاخو سهرش يصدغ سعد بن ابي وقاص ان سيما الناس خصها ما تسند قمر غام ميان رعمه ميال الانفس اتمث النفس مواني النفس ميان يمارش ما تمتيد باش تعك غي الدين قوا تعك غوي الدين روحات الشذني غوي التت قنش الدين الاسلام وهذا ستاك يخشام ذني تاع العلماء التوين دما رومانش الوالدين نشط عصير سيدار بالعالمين واش نتقدموا يا الراي ارامين اذا سينا غمو غيماس يسنزر تخسر بالعالمين القران يتلى الى يوم القيامه فهو دخس الايات سوار صحابيه ووصينا الانسان بوالديه حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير
وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. للآية يا رب العالمين إتمرنا إتوصينا ووصينا الإنسان بوالديه رب العالمين إتمرنا إتوصينا غنقر خالي الوالدين أنت هلذي الوالدين العليم الخبير إذاد ذي الآية إنش حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين إنش يماش تشتيش تقعد ديش تقديش انت مارا تمقرد إجن المشقة مغا إجن الجهد ضمقران ضعفا على ضعف إما شخميغا ستيري تقعد ديس ثمغا خميغا ستيري بيبيع تقعد ديس تيري تقديش الضعف تقديش انت مارا تمقرد. رب العالمين الكارا رغدبانايا ذي القرآن الكريم أن يشكر لي ولوالديك إنش تشكاد أذي تشكاد خني عمدش بشيغ مارا أتشكاد الوالدين نش اختار بيثني ذا شقين ذا الماكلة ني ذا شفشين أنا مشتو غضا مزيان خاصة يماش إذكاري تار بالعالمين ذي القرآن الكريم. يا الله يا الله هذو ماني غنيك شوية نجري وشا تارتي وخافي ونتازون زيادة غادي واحد وني يحرنا ذي راح ذي الطس ذي قناي ها واحد عجبه وبرحال يلا زد خال الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يجمعين وعز الخبيغة تحسن غاد دقني وارد دقل الأحاديث أديس دقرن وني غاد جعل الوالدين دان هذه سني قرخ هذه سني تهيلة هذه سني ذار عفني الصودم قاعمين تسرموا مرة أتسمح الدير خارتا أتسمح الدير خارتا رجاء. ابن سيرين زي العلماء مقرن إن شواني تتوغ أخميس سوارك يماس أخميس سوارك شن يجنز قني حكما إتاجي جي نتبوذ إن شتوغ أخمي خز دغثاث في يماس إن شي تبدار دو غنبو يتبدار دي الصوت الصوت نسي تبدار أغبو نسي تبدار الجن عاوز العلماء مقرر تغي الصغار محضان الصغار طلبة العلم قانس حيوية بن شريح تغن عام سيدي غادي الصغار محضان أخستر غيماس هذا ستيني أفران ستيني غايما أنعم هذا ستيني غا واحد تكشذ الماكلام يزيدم أتكشذ العرفي يزيدم. يا الله مين يتق يتبلع الكتاب يطحيت قاري يماس يتشل ماكلة يزيد خبيدي تعقابي محضان تغيما ديس حياة ذي اني شو محضان اثي السك اذا اذي وش العرفية يزيد اذي وش الماكلة يزيد الناس تعجب ما الناس تعجب ذي الخدمة النقية روح شيغ الماكلة يزيد الناس ويتعجب بوذي من نقية الناس يخسكني وتعجب ما تسلم امر من واذا يمان أقل يما إذا يما تنيكا روح وش الماكلة يا زيدا يما أمر من يا الله. طيب الخو هذا هو موثف ذي العواقب عاقبة عقوق الوالدين وإنه يحصل الوالدين نس من فترجة من يتراجان وإنه يحصل الوالدين نس رهاتي وكذي مليح إكنو يحفظ رب العالمين مرة وإذا يا ربي قديس البركة يا ربي سرحيث يا ربي سنشحيث يا ربي حفظيث يا ربي مرة وإذا وفقنا غنقر خاذي الوالدين نغجي الوالدين دان عاد يا ربي نعزن وفقنا غنقر خاذي الوالدين إني غجي الوالدين موثن يا ربي يا رحميثن يا ربي قيثن دي جنة الفردوس. تحس غا الحديث الحديث رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه قيل من يا رسول الله
قال من أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو كليهما ثم لم يدخل الجنة. ذي الحادثة الرسول عليه الصلاة والسلام اتدعى خي الجن ديال غي رغم أنفه أذي مار غنزان نش ديك الشاب يروح دايس يخصى يتعوض صار الرسول ثلاثة يموا يروح دايس يخصى يروح دايس يخصى ناس ماني سوا يا رسول الله الناس وني غاد جا الوالدين نصدم قرا النكسان سنين سني غي الجن زايسن وشو هذا شني يجيبو رخا وهذا شني يطهي الليل ويروح بوغا الجنة غاك الوالدين مغان غام الوالدين ممغان بابا ميما وغاديش نتكذبو رخا وغاديش نطهي الليل وخاص نتسقسيد تكل سيمانة اثنين ثلاثة وتسقسيد خمام وتسقسيد خبابام وتسقسيد خماش وتسقسيد خباباش واني تا يخصى واني تا يحكم خاصة الرسول عليه الصلاة والسلام يخصى غادي يرزي الخاسرين يقار جعفر الصادق رضي الله عنه إن سمس إن يا بني لا تصاحب عاق الوالدين فإن الله قد غضب عليه. جعفر بتوسمس إن سمي إن سوي قوابك يجن يعصى الوالدين قولني يعصى الوالدين رب العالمين يخيق خاس الغضب نار بينه كود ذيني من يتجون يعصى الوالدين أو إياكم أتاويذ ثني عصان باباس ديماس نيغا تاويذ وني عصان باباس ديماس وني عصان الوالد نس ونيتا وياب حرادي الدنيا رادي الآخرة ونيتا يخصى دي الدنيا دي الآخرة بنادم وكيسي قوى وكيسي تغيمي. روى أبو داود من حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل الذنوب يؤخر الله منها ما شاء إلى يوم القيامة إلا البغي وعقوق الوالدين أو قطيعة الرحم يعجل لصاحبها في الدنيا قبل الموت. وفي رواية ما من ذنب أجدر أن يعجل الله تعالى لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة مثل البغي وقطيعة الرحم. للحديثة يقال النبي صلى الله عليه وسلم مر الذنوب يتقبل ذم يتوخر انت رب العالمين يوم القيامة أثيخ سخمانين إنش إلا اثنين الذنوب يتخدس خاص انت رب العالمين دي الدنيا قبل الآخرة يتخدس خاص انت رب العالمين دي الدنيا العذاب دي الدنيا دي العذاب ضام قرن دي الآخرة. من عنان البغي وعقوق الوالدين الظلم والنيذ الجمل ذوني عصال الوالدين رب العالمين يتخدص دي الدنيا قبل الآخرة. روى البخاري من حديث أبي بكرة نافع بن الحارث رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور وشهادة الزور ألا وقول الزور وشهادة الزور فما زال يقولها فما زال يكررها حتى قلنا يا ليته سكت حتى قلنا ليته سكت. الحادثة من الغريب شكغ دايس بقاغي يمكن دير الراوي حديث أبي بكرة نافع بن الحارث نيخ ثنين يوما ديريجن كونترول سامح تاهي ديريجن كونترول دا مزيان أخمي وفي غيس مني مع ثاني يمكن أبو هريرة ولكن ش بقاغ الله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. كشان مرض خمي التاريخ تقجيقه دغيا دغيا مسامحة أنيشان
أبي بكر نافع بن الحارث أصدق الحديث المغني عوام كل الذنوب أخرى يا مخيم الحديث إذا غريغني شان دوني الخو الخزاق النغني السنين شيء قنوة تقط السنين نيشان السنين الأحاديث يروثن أبو بكر نافع ابن الحارث وأبو قاقش نيشان أدعك بغى الحديث ذي الحديثة يقال النبي عليه الصلاة والسلام ألا أنبئكم بأكبر الكبائر الكبائر ثم قران قع مرة من عنت ننسب لا يا رسول الله إن ينا الذنوب ثم قران المعاصي ثم قران الناس نام زوارو الاشراك بالله والنت جن الشرك اكسي ضرب بالعالمين تنيت نيت المعصيه الطام قرات مريم موت الله يحفظ بنادم من الشرك ويتوب غسي ضرب بي غرب بوضع صيغ فاشا الناس نويسناين عقوق الوالدين من دي تسنواني الشرك بالله ديرك مباشره عقوق الوالدين الله يحفظ خطر والله العظيم الا بنادم اللي يقول الناس تو غي الزر يعذر غي من سيقين الناس نو قول الزور شهادة الزور والنشهد من الزوا كذلك الله يحفظ زيق الكبائر ثم قرانين والنشهد من الزوا أضحك عوض غال الحديث النغني يستوار نخل العقوق ونتقل العقوق للوالدي روى الإمام أحمد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة ثلاثة رب العالمين وذيشني خزا يوم القيامة من عنان العاق لوالديه والمرأة المترجلة والديوث ثلاثة رب العالمين وذيشني خزا يوم القيامة من عنان والنعسى الوالدين نسدن الزوارقة الطمغات اللي اشتغير ذايز والديوث الديوث والنيق برن من ويحرين خل أهل النس ويوثفن ويفغن وديار الخبا ثم تقلايب سوارو ثنتا الداس يدمان ضحان دي غجنا غنبوب وديار الخبا وانيتا الديوث المهم يهمين عزن أكني وشغداني تا إغان بد ذيني عاد الكلام الطس الخو أضغار شوية التعليقات نوم واني غجشن حاج ذي تيديني ذي التعليق خل الموضوع هذه تديني التاسوق الزيو مبارك الله فيكم سيو الشا أكيد يتحضر معوض مرة هذا بدي إن شاء الله غاث من يونس نغا تسعة أذكر ساعة الساعة من الحديث أش يحفظر بيخو يا عبد الحكيم بارك الله فيك ونقص النمر وينون تليفون أدي سكشن حاجة غا واتساب 00 32 48 7 7 6 8 4 5 0 ولكن دغيا وني غادي شان السؤال اتي دي عما دكوين دي اوديو اديس نير ادياري برمي على الطيطس بارك الله فيكم يلا سيدي وني غادي شان السؤال ديال الموضوع وني غادي شان السؤال خبير الوالدين ديال حقوق الوالدين شان حاجه تعلق الدارسه هذا اختي دي اديتي دي دين ان شاء الله بسم الله ها بسم الله وني غادي شن حاجتي تازو اتي ديني ادي تي ديني ايوب بارك الله فيك جزاك الله خير حبك الله الذي حببتنا فيه ماريني كليت دعاك انه يحفظ رب العالمين بسم الله وني غادي شن السؤال ذي الموضوع ذي الموضوع خاص خويا عبد الحكيم الوالده نش اتي شفا سي ضرب اللهم شفيها وعافيها اللهم شفيها وعافيها اللهم شفيها وعافيها سي كيري صابر لكم ميغوت لو باس انا ترانكيلو يرمان
0032-484-786-8450. أزول أريفي يمكن تبقى دي لايف روح غايب جوكر نشروح تبقى دانيتا وتجبو دانيتا غيد غثاسد جزانا وإياكم أخي الحبيب خويا عبد الحكيم هاد قادش يلا هوني غادي جاشن السؤال ذي الموضوع ذي الموضوع عن الوالدين هوني غادي جاشن حاجتي هزوتيني خ الوالدين هذي تيدي كريني أقيم مليح بارك الله فيك ثومتين الله يحفظك الله يجازيك بخير تن رابيدو أواحد غاون أواحد غا فيسبوك ينو قادين تليفون قادين النمرو ينو تليفون وني زمان أدياد فغا فيسبوك النمرو أقديني أتي داري 00-32-484-786-8450 00-32-48-7-78-5-0 00 دغاي تصباي فيا أخت فيا زيبن زيكس أخت فيا فون فنول السلام عليكم نعم هذا متينو الحمد لله بارك الله فيك أقيدي لايف رخو تفضل أرغى كمرغ لايف ايش جوب غبالي عاش يحفظ رب العالمين بارك الله كنو يحفظ رب العالمين مرة يثمين وعزن فيسبوك ينو طارق ابن علي أمني ذي تيك توك أمني غاري ذي فيسبوك محفوظ كابيتان أسميت عن القاع خويا محفوظ كابيتان ألف دغاري ذا مزوغا واتساب دانيتا شي بوادية أوفيسيل أسميت عن القاع ذا ومتين ألف تغاري واتساب ذا مزوغا رغم يدي واتساب كني وزاغ ديني أخوهم سجمغ ذي واتساب أتكم تيو بي دي واتساب كونترون وشا أتثم ذيها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عودي السؤال الماء على ميسا على ميسا خمسة الجنس تختلف قيل نسقى كاغد غا عشرة الزوج الصبح ني الزوج رفجاني الزوج ركعتين الصبح ني ركعتين رفجان ما تبدي السنة ما تبدي الفريضة الناس غا عشرة الناس روح كيجن كاسن القهوة الشدر مسمن مليح ذواتاي خني غنسقسي على الصلاة من غس ما رقدت في جمعة وها عجبود المشكل أتزوج ركعتين ركعتين السنة أدس تصدفع الرفجة الصبح يوم مرة نكون هاي من نتكاري دغة 9-10 روح تشتري قهوة درب سمة الضحشة هذا محمد شكرا جزاك الله خير بارك الله فيك ايوا هذه اللي بعض نكون هاي تكار دغ 10 قرش من غسيل الزعق روح تشوف الكاس من واتير قهوه لكن ناوي يحفظ ربي هذا من المار هذه يوم يقابلها من البركه ريفي ريفي افهم غورو ميت قدين محفوظ كابيتان السيمنت على القاع الف دغاري غا واتساب ذا مزوا كلو يحفظ سيدار بلا من مار هذه يوم يقابلها من البركة إني ذي ضفان خيوتوب أدقن واحد
كيم كيم تيم كيم تيم 63 طبقات طبقات روح ما شاء الله في النغنيه قلت لك الجدار نيه هو كاع القران السنه المذاهب عبد الجليل امستردام ارغن قلم موضوع خمانيني محمد حاج صاز السؤال نشدي الموضوع امين بارك الله فيك حفظك الله ورعاك يا ودي يا كابيتان خليل الله يحفظك الله يبارك فيك أنت خويا عبد الحكيم من زيت مغاوة اش يحفظ ربي وديته ومتينه أحبك الله الذي أحببتنا فيه بارك الله فيك الله يحفظك الله يعزك توحيد إسماعيل لايف أسميت عن إذ قعدت توحيد إسماعيل لايف محفوظ كابيتان ألف دغاري ذمزوة ألف تغاري غا واتساب ونيتا الزون أكيد يدي قاعد عبد الجليل أمستردام الموضوع يعزو تغسل خل الوالدين بر الوالدين العقوق صور من بر الوالدين خصها اسنق الدعوه ذا مزوا كيس نستيور ذا مزوا بارك الله فيك الله يحفظك بارك الله فيك اخويا ابراهيم محمد حاج من شروط صحه الصلاه دخول الوقت لا بد خصها ارد غثاذف الوقت الصلاه اخويا عبد الجليل امستردم المشاكل الزوجيه قاعده نغاوش تجي خصنا انا بدر شويه صاحبي قام راه ديشوم تتم كون ها كون ها ديشوم كون ها ديشوم اش قاعد غاوش تجيب شفا بي غامين تسرى الخور شين دي تيليفون قالش يومي ينتسري غير المشاكل يودان وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اني دي تثنت جديد مرة كنو يحفظها رب العالمين هذا يومي قابل من البركة حميدة الداودي ان شاء الله قام مكور مره السوار غتخس مكور مره خطف غدام السوار نقادر مع نيوار ونيتا الزونه دي قاعد دي لايف يخسى لابد ديك واتساب مرا واحد السينغ مرا السينغ تلقى هادي قاعد ديريكت امينة ومتين وعبد الرزاق محمد الله يحفظك بارك الله فيك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اني ديتا في المرة كنو يحفظ ربي العالمين ناري يصدم غاطا مزيانة مقرن هادي يومي قال برامي البركة اسي مدي نيت قد اي تي في ني اخويا عبد الحكيم اسي مني على وين هنا عليكم السلام امازيغ امازيغ فيها بدو شي حفظ ربي تقاداش ايوز يشك صحاب باروال خويا محمد احمد مالي زي باب برا محمد ما جيتني يوم وما جيتني يوم ما جيتني عطاش ما جيتني الحشيشي ما دير وسط عليكم السلام ورحمه الله وبركاته زي مضوع اش يحفظ ربي عبد الجليل امستردام قاعد غاري داني تا دي كاميرا واش سيورا مني مالاش كدا رياز ايه نحبك في الله تعالى احبك الله الذي احببتنا فيه بارك الله فيك ايوزيش اتقاداش اعياذن ما شاء الله صحابي اعياذن اعياذن ما شاء الله أخذ السور عاد خل حقوق الأبناء على الآباء تق ما يديلا تق ما يدي ما يسكنيو فاميليا نشيا فاميليا يا ينو أخويا محمد زي مضوع والله لا بزش أحبك الله الذي أحببتني فيها ودي ثومتين ومحمد لبوش حاتم والنيدي غايق قنشان التعليق ابراهيم الله يحفظك اخويا ابراهيم الله يجازيك بخير اسكوريال العروية ازغنغان
ابويا هو عاروي بوفارقوش ازغنغان ما شاء الله خاوم كنا يحفظ رب العالمين. فرانكفورت امين بني سيدان بني سيدان اه قشت حاب بني سيدان يا خوم سي غنت انا غاري بني سيدان يا عم الشغل اخي طارق تدخل في عمل زين اسمع واسمت كده اخويا سعيد دي النقاه السلام عليكم او ما تيرو ما مشد جد مليح جاني اش يحفظ ربي ماقش كيدي دي لايفني اش يحفظ ربي ما تغد قد كيدي كاميرا هزت قعدتني علاش كسنا واش قد توك شوا ما مش غاك اسم ما مش غاك اسم اخالي خالي الفلوس يحفظ ربي قعدت اخويا خليل واتجيبو المشكل مرحبا اش يحفظ ربي بني سيدر النمر سبعة رشيد مخلم الدعاء في سبيل الله الله يحفظك الله يبارك فيك الله يجازيك بخير ونيت غي قاعدنا دي السيور دي الموضوع خل الوالدين بني شيكار عز مطاز اش يحفظ ربي سحب ارنهم قد عز مطاز ما شاء الله بني حذيفة الله يحفظك بني بو عياش زايست فارخانة كني ويحفظ سيد ربي حبيدة الداودي الله يحفظك الله يبارك فيه ثم غاث إيس حسان غوايز النس قبر إيماس مت وحساب عقت الولد لا الأخ وسيم ثم غاث مارف مرش غاساريز النسة تقطعي واريز ذم زوارو خويا ميمون 628 أحبك الله الذي أحببتنا فيه اش يحفظ ربي ذيك قارب البركة أقش صحاب لي مرقص قاعد شكد ثم غاث تحس غواريز النسة ذم زوار قبر بس قبر يمس السلام عليكم وعليكم السلام ثوماتين ومرحبا لا 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 هدر الشلحة واخا مهرسة حنا هنا كنهدرو الريفية والأخ ديالي ما عليش واخا واخا كما زي اختار الرز اترمد وإن شاء الله ماذا كيني غا سي فارغ نالي سند الأجر هاي تكدر خوش كان دانا أمو الميساج قاش دي اللايف رخو نش قايد الخدمة زرغ الميساج نش ياش تو غادا كيدي جن خمسة ام تكرينو يخدمنا كيدي قا الخو ياكم دغاس نفايا عم غير عشرة تغن نخزاو نسدى ذايك تغن نغديش الموضوع نير من الدنيا ازرق الميساج النش نغاس راجع الخوان سواج نسرش نحقاش النير ماشا دقايا شكوات سنشاو شكوات جيب بو اكيد مغر خو باش هتسند دقايا ما شاء الله جن اكلي كمو ما شاء الله بعض الاحيان يتيري دا يسجن الخير ذا مقرا يخصيش هاد تسند الاجر نسمعو اش يحفظ سيدا ما شاء الله الله كل خير اتوغا اجينا تقول في ولا تقيدي تدي التعليق ثني ذيق اشكو السيد بورا جاي غاك لي مالي هذا الشك ياش ايه ما يبغو دا ايش هاب قيزين ها ايش فرقستنيش ها إيش فارشوني ندوتش للمين بغودة أتو غايدين تقولي ما إيش توش تقولي ما واك يغضلي ما دي عام 90 إيش كيم كنتو غاعد واد خريق في ألت بيستو إيش بين دغايون دغايتسيش دغايون دغايتسيش إيه وزرين تو غاعد واد خريق إيش تو غايدين اللي تقولي ما أش يحفظ سيدة رب العالمين هذيك قرب العالمين البركة تازوغ مرة الحادثين وسكمثني وذان انطبق مانا يدي الحياة النغ نش من دي تعجيبن يتعجيب يا خمي التاري غير خباب نادم يقارش قسري قستفت بذي غير خاذي الوالدين ولا ثابت مش حيوان تقر المثال الخطبة نغ الدرس أبوخ الوالدين التاسند غاري وذان قانا يقاس قومين سرا غد درس النيس كغيمة وشي غيمة أشي حفظر السلام عليكم أثو متينو مرحبا ماقش كيدي دي لايفني
ما مش غا كيسم، ما مش غا كيسم تو شك تو توحيد اسمه الله برخو صافي السناقش اش يحفظها ربي هذه سرح ربي ذار ورمش ايش نقار بالبركة ما شاء الله ما شاء الله باش اسم قاري اسمه ونسم محمد ابراهيم ياسمين ما شاء الله ياسمين مح ياسمين ومح ما شاء الله الله يصلح اثني يصلح سي ضرب ما مش خايش دمون ندير تبارك الله ما تواريدنا الخشك ما انا راهي فيغي غتقد شفاش فيغي غتعاون شقتين هذاك يسم لي غاش واحد قيم دبوت تقد واحد قيم دبوت تقد بوتين ناري لي غاش عقرخ عقرخ غاش قاعد قاعد بوتين ناري قاعد قاعد امين الله ما عليش قيم اقشو واني تعاود بي غاي قد كذي كاميرا يجو مع بلوكانت فهمان بلوكانت ديها بلوكانت ديها قاعد غاري غاوات صاب ني غاش كمانا يسمني كذ بوتين ناري ني غاش كتي سمني بعد اقش الخوي قد توحيد توحيد اسمين اسلام ولا من القيا مني ني غاش اقش الخو مليح اني ذا عقرب غافي مهم اش يحفظ سيدار بن عامين شكاك شطة تخرب ودخل النش مرحبا بك مرمي مقصد اغاري تقعدت اتقعدت امين او مينو قايش اللي كان مشكل كان كان وينت ني لينك نين اللايف قابع الاحيان واتمنى تسيد الاجر اين غاك اش يحفظ سيدي ربي هذيك قرب العالم من البركه على فيك البركه و... وحفظك من كل سوء شكرا لك ومتينو اش يحفظ سيدي ربي هذيك قرب البركه جزاك الله خير السلام عليكم شكرا وعليكم السلام ورحمه الله اللي جات في فيسبوك ما خصك تقعد بقاس قاعد غادي الجن خويا ايوب ايوس السبكي او بوتين ناري في بدريس مر خويا قد نعم سيدي الاسلام هذه قاعد غرخو عبد الحق الحسناء الحساء الحساني خويا عبد الحق الحساني سميت تاع القاع قاعد غالي دم زوا غاوين غواتس اش نزادم زوا عبد الحميد الحدادي مهم بينو عايزينك انه يحفظ رب العالمين وانا غادي نشد السؤال ديال الموضوع هذه في ديالي نعم اخي طارق بارك الله فيك النصيحه اللي اخو في المسجد راه ندير لك يسمع انا فاش كل دخل في غادي الناس ابو جليبي ابو جليبي ابو جليبي ما بغيتو غنستند دي بالطول كني سنتي كلاس درش قردون نيكمر نيامني درش كني كني يحفظ سيدي رب العالمين 28 مره هذه ومكابله من البركه الموضوع حيو الشا مهمة الطاس تاع الزوغ اكيد ثيري هذا هو معاوزة الغازي الغازي او التقبوي بين التقبوي 8 تيك توك يا من عين استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم وتوب اليه الموضوع الحساد دي فاميليا رشيد مخلان ان شاء الله ابشر اكنه يحفظ رب العالمين المهم اكني وجهه تحت سوا حرم برات تدق لايف غات 9 زيد 9 10 10 ونص مخي يعني ما مليح ما تجيبو مليح شنو مرات قد تدق غا غا الصباح ني تدق غا العصا ولكن فني خفيف فني ذوينات هو تسمى الديسيرت هو توحيد اسماعيل لايف اش يحفظ ربي غادي تاو متين هذيك قرب البركه قرب البركه اللي دار ونش أبي تدخل في عمل في منزلي وانا استمع ما درش يقابل باش يقارن شن حاجه تخدم داخل نشخر خدمه نشني راه غيدغى واتساب قيد اوديو غا واتساب اذا نرتو غاش دي كامبو حميده الداو ديما بكامبو لا اذا نرتو غاش دي كامبو اذا ما لا اذا نرتو غيدي هدات واقعه في غشا انا يخطو غير بينات ودي غزا اخ يا قادر كان فوز بينات اللي ذبح المهم 28 انت وش عاود نظامي دوم دغانيني عاود قاس وش جاد غد الدار سخ الحجاب اتي ذك عملية الجمعة ويخدموني يكو غثيت داس يعرض غصارو الخو الوم تصدها
اجنطارت في الحجاب الشروط ديال الحجاب ما مش غادي ثم غاتم سلمت مهمة الطاس غتفرج ما كيدير ديك التلفزيون. المهم اني وغاي تجيبو تيك توكين ونغني هذوم تيستيرفا صحاب فيسبوك اكنو يحفظ ربي العالمين هذا زمغ تليفونا تيك توك هاتي تسقعد غا تيك توك نغني باش تسقعد تيك توك نغني. المهم صحاب فيسبوك اكنو يحفظ ربي العالمين الدار سقي كمل رخو هاد الكغبيغا المشاركة اي تيك توك كنو يحفظ سيدي ربي اليوم يقرب العالمين البركة مزيانة مقرانة عليا صمغات. أحبكم في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.